الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أرحب بالحضور الكريم، أرحب بالسيد باشا ممثل السلطة المحلية، أرحب بالسيد ممثل وزارة التربية الوطنية، ممثل عشرة احترافية، سادة الحضور، سادة رجال الإعلام، سادة المنخرطين. أولا وقبل كل شيء أنا شحال وأنا كنقول بزاف المواضيع كنت كنتسنى هاد النهار ما بقاش يجي باش بزاف الناس خصهم يعرفوا بزاف الحاجات ما كانوش يعرفوهم، بزاف الحاجات قالوا لينا وحنا ما عملناها شي، وبزاف التضحية ضحينا وبنادم ما شافوها لنا شي، بزاف المخاطر دوزنا عليهم كيما قلت لنا النهار الأولى كيف ما جيت في الجامع العام العادي، قلت أنا كنغامر بالمستقبل السياسي قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.